جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك إذ لم يعلم به أحد؟ جزاكم الله خيرا. نعم. ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك بأي أحد؟ هل يكون الإنسان آثما حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. هذا من باب سوء الظن. الأصل حسن الظن بالمسلم وعدم سوء الظن بالمسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فسوء الظن بالمسلمين منهي عنه إلا من تبين منه شيء واضح في المخالفة، فهذا يعامل بحسب ما ظهر منه. أما إنسان لم يظهر منه شيء، الأصل في المسلم العدالة وحسن الظن به. ومن ظن بالمسلمين ظنون السوء من غير أن يبدر منهم شيء فإنه يأثم على هذا الظن، لأن الله نهى عنه. نعم.